السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتوا شايفين النهاردة بداية اليوم الثالث لقطقية الصغيرين، السمان بتاع الصغير في الثلاجة. طبعا انا كنت بلخبط لهم العلفة ببعضها من غير ما تتطحن مع العلف المطحون اللي هو 23% بروتين، اللي هو ده يا جماعة. لقيتهم بينقوا الحبة الكبيرة بياكلوها، فقلت طبعا ما اجرب كده احط لهم ببعضه كده جايز ياكلوه. لقيتهم الحمد لله حابينه وبياكلوه، الحمد لله بفضل الله، يعني ما عدتش بطحن لهم اكل. احنا النهارده تموا اليوم ال15 ليهم بفضل الله. احنا كنا في الاول بيفضلوا ياكلوا العلف مطحون نص طحنه مع العلف اللي ببعضه ده لحد مثلا ما يتم 20 يوم، ولكن ايه الحمد لله زي ما انتم شايفين. لو انتم شايفين، استنى اوري لكم اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين حطوا لهم ببعض اهو في الاكاله ياكلوا، مش هي تقطق. وكمان السقايه اللي هي البلاستيك شلتها وخليتهم يشربوا يا جماعه من السقايه بتاعتنا دي. علمتهم طبعا، حط لهم الخشبه زي ما انتم شايفين يا جماعه، لان طبعا هم لسه صغننين، رجلهم قصيره ما يطولوش يقفوا لوحدهم يشربوا منها، تبقى بعيده عنهم. فسايبه لهم الخشبه دي زي ما انتم شايفين يقفوا عليها ويشربوا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حجم السمان عندي جميل. طبعا يا جماعه في فرق شاسع ما بين العلف 23% واللي احنا كنا بنديه للاجيال اللي سبقت قبل كده. العلف 21% بروتين من اول ما طلعوا من البيضه، لكن شوفوا سبحان الله ما شاء الله فرق جامد جدا يا جماعه في الشكل وفي الوزن. وقفلوا ريش بدري ما شاء الله. طبعا العلف 23% بروتين ده يا جماعه بقى عالي البروتين فيه عن العلف 21%. وكمان كنا بننزل لهم باملاح معدنيه وبننزل لهم بالفيتامينات والاملاح المعدنيه البودر برده على الاكل، وكنت حطت لهم برضو ملح طعام على العلف المطحون علشان كان عندي سمانة ياباني زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، كانت بدأت ان هي بتجري ورا اخواتها عندها نقص املاح، فحطت لهم املاح معدنية علاج في المية، وحطت لهم ملح طعام على معلقة صغيرة على كيلو العلف. يا جماعة مش هنكتر اكتر من كده طبعا، مع المية وجود المية باستمرار قدامهم، لان طبعا طول ما في ملح في الاكل هتلاقوهم على طول عطشانين وبيشربوا مية كتير قوي. فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده، اوعوا تحطوا ملح من غير ما يكون المية تراقبوها قدامهم باستمرار، لان طبعا ريقهم هينشف وهيموتوا منكم لا قدر الله. فخلوا بالكم من الموضوع ده، سواء بقى كان فراخ او بطه او اي نوع من انواع الطيور. لاحظتوا ان هي بدات تشد في بعضها كده، يبقى على طول عندهم نقص املاح معدنيه، نبدا نحط لهم املاح معدنيه علاج اللي هو بيتجاب من الصيدله البيطريه، وكمان ملح الطعام. واي سؤال او استفسار في تربيه السمان انا تحت امركم يا جماعه، ويا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونالت رضاكم. وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.